انا عايز ابدا معاكو من بدايه الحكايه خالص. انتوا الاثنين موجودين من اللحظه الاولى على الحدود هناك. تمام. ودي يمكن حتى واحنا بنتكلم كده في دردشه بسيطه في الفاصل، دي الايام الاولى اللي كانت شديده الخطوره شديده الصعوبه. وهبدا من اليمين باشرف، احكي لي الحكايه بس من اولها ومن طقطق لسلام عليكم، وما تخبيش عني حاجه ابدا. تمام. بداية أنا بشكر حضرتك على الاستضافة. إطلاقا، ده أنا اللي أتشرف. الله يكرمك. أنا ليا الشرف بصراحة، أنا أقول ده تشريف لي إن أنا أكون ضمن أول قافلة طلعت مساعدات لغزة. الموضوع فعلا يعني كان اختلف تماما أو يختلف تماما على اللي بنشوفه في الشاشات على السوشيال ميديا. إحنا رحنا هناك بداية، إحنا في الأول إن بدأنا بتجميع المساعدات. لا هي دي مش أول الحدوتة أشرف بقى، تبرع بالدم. ايوه، اول الحدوته انه حصلت ضربه 7 اكتوبر طوفان الاقصى. تمام. وانت في البيت مظبوط او في الشغل ايا كان مظبوط، وبتشوف القنوات وبتشوف الاخبار، بتشوف التاسعه أكيد. بتشوف القاهره الاخباريه، بتشوف الى اخره اكيد، وشفت المشاهد قدامك. الحدوته تبدا من الحته دي، لكن هياخدني في دوكه برضه ويلاوجني. هو انا كاي مصري او كبشري على يعني قلوبنا اتحركت مع اللي بيحصل في فلسطين وفي قطاع غزة بصراحة. من هنا يعني بدأ التحالف الوطني والتجميع المساعدات والتبرع بالدم، ان احنا فعلا اتكتفنا. التحالف الوطني ما شاء الله عامل ملحمة ملحمة بجد يعني في الشغل على الأرض. من هنا بدأنا تجميع، انا ما كنتش اصلا يعني ما كنتش متوقع ان انا او ما كنتش متحضر ان انا همشي القطاع وعلى معبر رفح وكده. جه ازاي موضوع انك انت تسافر على معبر رفح وتروح وتقف على الحدود؟ بصراحه جه فجاه، يعني انا ما كنتش متوقع ان انا هكون هناك. وزي ما قلت لحضرتك انا ليا الشرف ان انا امشي واكون متواجد بوسط زملائي وزملائي في التحالف الوطني. فالحمد لله احنا مشينا، لا الوضع هناك مختلف تماما على اللي بنشوفه في الشاشات والسوشيال ميديا وكده. انا بشوف القصف بعيني، يعني من هنا قلوبنا اتحركت بصراحه. الموضوع صعب صعب، يعني انا كنت حتى بكلم زميلي محمد، ايه ده الضرب بعيني، شايفينه بعينينا اهو. ف كميه المساعدات اللي معانا ما شاء الله كتير، يعني ندخل نكفي غزه في اليومين اللي حصل فيهم المشاكل دي كلها. فمن هنا الدنيا واقفه مش عارفين نعمل ايه. فاحنا من اللحظه الاولى معانا مساعدات كتير، معانا اكتر من 106 شاحنه وواقفين على المعبر ومش عارفين ندخل. والشباب متكاتفين كله مع بعضين. التحالف الوطني ما شاء الله يعني عامل ملحمة هناك. طب نعمل ايه؟ الدنيا واقفة، كله بدأ يفكر، بدأنا نفكر مع بعضنا. طبعا بمساعدة الجهات المختصة أجهزة الدولة وقفنا، عملنا اعتصام مفتوح، نادينا بأشد العبارات ان احنا نقدر نوصل وندخل المساعدات دي. صلينا صلاة الغائب، دعينا ربنا من كل قلوبنا. الموقف اللي كنا بنشوفه والقصف والانفجارات اللي بنشوفها كل شويه، تقريبا ال 24 ساعه شغال قصف. موضوع يعني خطير بصراحه. عمليا القصف قدام عينيكوا شايفين وسامعين شايفين وكل شيء. طب